فكره بث اليوم ومقطع اليوم ايش تاب فري تو بلاي، نشوف ايش وضعه بالضبط، راح نجربه مع ناهده، نشوف سانو هل هو يسوى ولا ما يسوى. الموضوع ما فيه حاليا تاب فري تو بلاي، راح يكون معنا التيم هذا بالضبط. لا وسلاحي الان طبعا زفت، فيعني ما في عذر. اكثر معاناه ممكن تعانيها ساينو الانرجي. طبعا بلد كوكي راح اغيره، لكن عموما خلينا نجرب الحين كذا. طيب اوكي، هذا قام مبزر يا رب. بدايه حلو، بدايه حلو. هاي لاكس اوكي، هو ما في ارقام، هو صدها الغب استهبل، لكن مو مشكله. بدايه حلوه، بدايه موفقه. ساعد حلخبط فم الهرجه بما يتناسب مع الحياه هنا. المنتل ماستري ما ادري ليش انه فيه كل الدمج، صدق مو مره يهم البلد، اهم شيء المنتل ماستري. اوكي زي كذا حلو، مره حلو السلاح ذا. كذا صارت يعني بنت ناس. هذا ايش عنده هنا؟ اوكي المنتل ماستري فل، هي فكره حلوه صراحه يعني. نكمل على كذا، نايس. انت اساسا ما غلقت الفلور يعني. اوكي حلو، نعدي لك الفلور. لكن قبل كذا خلونا نجرب دقيق. ابغى اجمع التيات واجرب على بوس تقريبا، هو اللي حدد لنا يعني هذا البوس اللي في الشات. يقول لك يلا المشوار. تدرون ان انا اقعد اكعب زي كذا واسوي اشياء زي كذا كثير خلف الكواليس؟ انت حاليا يعني ها اعطكم معايا، عارف ابغى اعيشكم بس الموضوع يعني، اعطيكم معلومه. تدرون انه اغلب المقاطع 40 دقيقه وفوق تسجيل، اللي نزل لكم 8 دقائق. الحين كيف انا اتعب؟ عبالتي والله. اي لايك والله مو سيء. فري تو بلاي يجي طبعا صح. انا ما ادري انا وريتهم البلد ولا لا. عموما هذا البلد سلاح هوما، هذا الستات خلصت من الكهرباء ذا كويس اعتبر. يب مظبوط. انا عرفت ليش تبغاني اسوي مقطع ساينو، تبغاني اعدي ابيه صح؟ نظامك يا سعد، خذ حسابي ترى يمديك تسوي منه مقطع. اعطاني تعرف كذا، يلا بسم الله تفضل، رماني الحساب عارف، يلا روح. شوف التجربه الاولى في الابيس. طب حلو الالتيات ورا بعض. ممكن تموت بدون ما احاول على سانو. والله يا عيال انه جيد. وهنا اللي قاعد يقول لي في مقاومه، المقاومه حقتهم قاعد تروح بالدندرو فحوافين. ممكن لا ما ادري والله. نجمع اي انرجي كذا بس السريع. والله وحش كابتن سامي. والله انا قاعد يد الولد. في اداء مو سيء ذي الدرجه يعني، توقعت اسوء من كذا صراحه. يا ابني اضرب دوري اضرب. يا ربي يا ربي 7 اتش بي. يا اخي موت يا اخي موت يا الله. اجين لا انا انا متامل انه هو يكون كويس. طبعا المعلوميه تامبر هذا والمكان هذا ترى صعب. حسابي سي 6 سي لان حلو ما كذا هيثم ناهد سي 2 مدري ايه، ترى برضو قاعد لطش. فسالفه ان انا ادي هذا الاداء ترى تعتبر حلو. نوب لا صيدك، مو عشان عندك تاج ترى اقدر اطير التاج هذا يعني. لخبط. اوكي حلو اداء جميل، اداء حلو. لا فرصه جديده يوم جديد فلوق جديد. اوكي
هذا والله يدمجه مره كذاب، والله مره كذاب. يا رب انت ربي. الحين احنا 1 في 1 اح، والله شكله حيفوز. والله حتى 1 في 1 ما ينفع، والله 1 في 1 يا رب. اوكي التجارب مره ما تصرح ان انا اسويها هنا صراحه يعني، بس يعني هذا نبيس ايش اسوي. يا رب يا رب نبيضها هنا يعني. ان شاء الله يلا كابتن سامي، كابتن سامي يا كابتن سامي سحب لي. اوكي حلو، هنا ملعب ساينر مفترض. اه وين تختفي بسرعه. اداء جميل شباب نوعا ما صح؟ زيرو 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 اظن افضل. لا لا بالعكس مع الهايبر بلوم افضل مره كثير. يلا بدل الان ونحط شيء ثاني. كازو خلاص اوكي كازو. الحين بنجرب ساينو الكترو كذا بس مع دندر. خلينا نشوف على نفس البوس هذا. سلاح ساينو هوما يا عيال، سلاح ساينو هوما. اوكي ذا بسم الله 37000. والله دمج حليل، بس انا متاكد انا متاكد انه مع الهايبر بلوم افضل. نجرب على مين؟ اسمع اسمع على بال على بال. شيل هذا حط هذا. طب اقدر اشيل ون شوت اتوقع؟ والله ما اتوقع. والله شال امها، والله مسح. يا رب باقي شوي باقي شوي باقي شوي. والله ديم، والله هاي لايكت. تي زيرو، حلاوه. كل اختصار ساينو، ساينو بدون ما يكون كذا يعني تيم متكامل ما ولا شيء. ساينو جيبه في البدايه يعني ارتكبت خطا، حرفيا تحتاج لين توصل هنا في الصحراء عشان تلفل الشخصيه، فانت راح تقطع المشوار هذا كله، بعدين انت في البدايه والله تاكل تلفل صراحه. في كوكومي ما حد يلعب كوكومي مع ذا الشيء، مين يلعب كوكومي مع ساينو؟ مره غلط، ما ينفع، كومبو كومبو غلط، مره كومبو غلط. بس والله ذا اند اوف فيديو.